بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وهادينا ومرشدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته أئمة الهدى ومصابيح الدجى وسفن النجا، وعلى جميع المحبين والموالين والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا جميعاً بمصابنا بسيدنا ومولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعاً هذا العمل المتواضع بين يدي مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ووفقنا الله تعالى لأن نكون من خيار أصحابه الذين يوطئون ويمهدون لدولة الحق ولدولة العدل، إنه أرحم الراحمين. في هذا المجلس العاشورائي المبارك أحببت معكم أن أشارك سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام في دفاعه عن أعظم شعيرة إسلامية، وكيف لا تكون من أعظم هذه الشعائر حيث ارتبط قبول الأعمال بقبولها. عنيت بذلك فريضة الصلاة لأتحدث معكم في هذا الجو المفعم بالشوق للحسين وصلاته، للحسين وذوبانه، للحسين وعشقه، فأن نعمل بسيرته ونقتدي بهديه لنكون من عشاق من عشق، لنعرج معه في المعراج. الصلاة معراج المؤمن، ولنتقرب معه بالقربان، فالصلاة قربان كل تقي. ولذا سأتحدث بكل بساطة
عن هذه الفريضة وما ينبغي وما يجب علينا أن نتعاطى ونتفاعل لنكتب من المصلين من الذاكرين. فالبدء بعنوان أفضل الأعمال بعد المعرفة، لأنه إذا لم تكن هناك معرفة سوف لا يستفيد الإنسان ولا ينتفع. فالمعرفة هي الأساس، ولكن أفضل الأعمال بعد المعرفة هي الصلاة، وهذا ما نجده في أحاديث أئمتنا عليهم السلام، وأيضا ما نستوحيه من كتاب الله المجيد. لما سئل مولانا الإمام الصادق عليه السلام عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى، قال: ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. فالله قال في محكم كتابه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي بمعنى المعرفة، لأنه من لا معرفة له لا عبادة له. ولذا الإمام يقول: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام قال على ما حكى عنه القرآن الكريم: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا روح الله، وأول ما نطق بعد المعرفة والتوحيد وأن دعا الناس وهو في المهد صبيا إلى الله سبحانه وتعالى، وقال: قد آتاني الكتاب وجعلني نبيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فمن هنا ندرك الربط بين النبوة والكتاب والدعوة والصلاة، كلها مترابطة ببعضها البعض. ولذا لا يمكن أن نأخذ بجزء منها ونترك الآخر. وقد ورد في كلام الله تعالى مخاطبا نبيه موسى، موسى الكليم على نبينا وآله وعليه السلام، خاطبه بقوله تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا التوحيد المطلق، فاعبدني
فإذا اعترفت بأنني أنا الله الواحد الأحد، يترتب على هذه المعرفة وعلى هذا الإيمان بالواحد الأحد ثمرة من أهم الثمار، أن يتوجه الإنسان بالعبادة إلى الله سبحانه وتعالى. وتاج العبادة الصلاة، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، كلها مع بعضها البعض تشكل العبادة وتشكل الربط بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فأهم الأصول هو التوحيد، وما العبادة إلا ثمرة من ثمرات هذا الأصل، ولذا لا يمكن أن يكون التوحيد بكل أبعاده. قد أضاء القلوب بعيداً عن العبودية التي تتجلى بأن يقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى ذاكراً داعياً مناجياً. وقد دلنا الله تعالى على الطريق والسبيل، فكانت الصلاة. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وجه دينكم الصلاة، وجه دينكم الصلاة. إذا هذا الوجه اختفى فما قيمة الدين؟ وإذا كان الإنسان المسلم يفتخر بانتسابه للإسلام واعتقاده به، ولكن ينحرف عن الوجه، وجه دينكم الصلاة، فالذي يدلل على أنك صاحب دين هو صلاتك، هي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. وهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام يناجي ربه بقوله: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. نبي التوحيد إبراهيم يدعو الله، يناجي الله: اجعلني مقيم الصلاة، وفقني لأداء هذه العبادة. أين نذهب نحن؟ من منا أعظم من إبراهيم؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كان يدعو لنا في عالم الغيب: إننا من ذرية إبراهيم، فهل نحن نبر إبراهيم فنستجيب لدعائه الذي دعا لنا في عالم الغيب؟
ونحن في عالم الذر، وتقبل دعاء. وقد وفى إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، وأطاع الله تعالى كما حكى الله عنه بقوله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يأخذ أسرته، هاجر وإسماعيل، الطفل الرضيع من فلسطين إلى مكة، إلى ذلك الوادي غير ذي زرع، لا ماء ولا خضار ولا عشب ولا حياة، فيترك زوجه وابنه ثم يعود، فتلتفت هاجر: يا إبراهيم، أتتركنا بهذا الوادي؟ لا نرى إلا الوادي والجبل من هنا وهناك، والسماء من فوقنا، فلا طير ولا شيء ولا مؤنس. يا إبراهيم، هل هذا منك أم من الله؟ عمل ليس عادي، هذا الجهاد، تسأل هذه المرأة الكريمة العفيفة: أمنك أم من الله؟ قال: بل من الله. قالت: إذن لا يضيعنا الله. شوف الإنسان وين، هذا الامتحان وهذه الثقة بالله سبحانه وتعالى. ما دام الله قد أمر فما علينا إلا أن نسلم. وما الهدف والغاية؟ ليقيم الصلاة. الله ليس بحاجة أن نرزقه أو نرزق عباده أو نكمل ضعفا أو ما شابه ذلك، فهو الغني الكريم القادر العزيز الجبار. وإنما أراد لهذا الإنسان أن يعرج باختياره إلى الملكوت الأعلى، ليكون بقرب الله سبحانه وتعالى. وجعل له معراج، والمعراج هو الصلاة. ويلفت القرآن الكريم إلى وصية يعقوب على نبينا وآله عليه السلام لبنيه بقوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ووجه العبادة والعبادة وخلاصتها الصلاة. إذن كل هذا الذي قدمته، عندما نتأمل ندرك معنى الجواب الذي أجاب به الإمام الصادق عليه السلام
عن خير الأعمال وأفضل الأعمال بعد المعرفة؟ قال الصلاة. وعنوان آخر: الصلاة هي وجه الدين ومنهاج الأنبياء ووصية الأنبياء. ماذا نريد أكثر من ذلك؟ إذا الإنسان أراد أن يستدل على قيمة الصلاة، فما ورد أن الصلاة هي منهاج الأنبياء وأيضا هي وصية الأنبياء. قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. صادق الوعد ورسول ونبي ويأمر أهله بالصلاة والزكاة. والله تعالى يوحي إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذا كنا من أهل رسول الله صلى الله عليه وآله، المفسرون قالوا إن الآية مكية وأهله في ذلك اليوم كان علي وخديجة، لكن الآية لا تقيد بقيد، والآية لها إطلاق. فإذا نحن اقتدينا برسول الله كنا من أهله، ولذلك نحن نطمح أن يقبلنا رسول الله لنكون من أهله، وهو الذي قال صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة، بالإذن السادة يعني. وقد أثنى الله على أوليائه بقوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا المدح لهؤلاء الذين يخافون ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا الحماية من تقلب القلوب والأبصار في ذلك اليوم هو أن لا تلهين تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن الدليل بين أيدينا، فالله مدح أولياءه بهذا المدح، وإن كان المصداق الأول هم علي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن كل إنسان بإمكانه أن يقتدي وأن يكون من أصحاب هذا المدح عندما لا يتلهى عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعندما يتفاعل مع الله سبحانه وتعالى في طاعته متقربا إليه. الصلاة
والمقام المحمود وتنقية الروح. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود في منتهى القرب شرطه هو التهجد في الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة، وإن فسرت بصلاة الليل وأنها كانت واجبة على النبي ومستحبة للآخرين، أنا لا أدخل في هذا البحث الطويل لمراعاة للوقت، ولكن أقول الآثار: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، تحديد الأوقات كما سأبين فيما بعد. لكن المقام المحمود والدرجة الرفيعة إنما يحققها الإنسان عندما يكون من المصلين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خيركم من أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. هذا حديث النبي، إذا تأملنا به فالربط بين الكلام الطيب والربط بين الكرم والإطعام وبين التهجد والناس نيام، هذا تكامل في شخصية الإنسان. لأن الإنسان المتهجد في الليل لا يقصد إلا وجه الله، ولذلك لا يرائي، ومن هنا لا يصدر منه كلام إلا كلام طيب في موضعه ومحله، ولذا لا يوجد في قلبه بخل ولا حرص ولا أنانية، ولذلك يطعم الطعام. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: قيام الليل مصحة للبدن. يعني في آثار أيضا يعني يشعر بها الإنسان في حياته الدنيا، آثار ظاهرية، ولعل الطب أيضا هو يساعد على هذا الأمر. قيام الليل مصحة للبدن، يعني سمعتم بعض الأطباء أنه الإنسان إذا نام يعني حسن أن يستيقظ بعد 3 ساعات 4 ساعات حتى يغير بشكل آخر، لأن هذا الجسم بحاجة. على كل حال ما أنا لست أنا مع هذا الأمر، لكن مع كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: قيام الليل مصحة للبدن ومرضاة للرب عز وجل وتعرض للرحمة وتمسك بأخلاق النبيين. شو بدكم بعد؟ طيب، في مصح للبدن وفي مرضاة للرب وفي تعرض للرحمة وفي تمسك بأخلاق النبيين، ماذا يريد الإنسان أفضل من هيك؟ شو بعد في ناقص؟ الناقص هو أن نبادر، أن نلتزم، أن نكون من أهل الليل، من أهل صلاة الليل، من المتهجدين بالليل. يعني مش من الناس الذين يقضون أوقاتهم إلى ما إلى آخر الليل ولكن في شأن آخر، ويأتي الفجر وإذ بهم
في نوم عميق وتطلع الشمس وتفوتهم الفرائض وهؤلاء يريدون رحمة الله. اجمعهم. وقال الإمام الصادق عليه السلام: لا تدع قيام الليل فإن المغبون من حرم قيام الليل. هذا إمامنا الصادق عليه السلام يقول: لا تدع قيام الليل فإن المغبون من حرم من قيام الليل. هذا الغبن الحقيقي. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. والرايحين في أي مكان يقول: ليس الغبن أن يخسر شيء إنسان من المال من الأمور الفانية، يمكن تعوض ولا قيمة لها، ولكن أن لا يحصل على رضوان من الله أكبر، هذا هو الغبن. كان أحد العلماء يقولون: فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. قال: هذا ليس هو هدفي، وإنما هدفي وغايتي رضا الله ورضوان من الله أكبر. لماذا أنا أقصر الهدف على أنه من زحزح عن النار؟ خلي الإنسان عنده طموح، كما هناك طموح في أمور دنيوية فليكن الطموح ويطمح الإنسان إلى رحمة الله وإلى عفوه ومغفرته ورضوانه. نعم، إنها الصلاة التي تذهب السيئات، كما في قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اللهم اجعلنا من الذاكرين، ولكن نكون من الذاكرين عندما نكون من مصادق هذه الآية، وعندما نذهب سيئاتنا بالحسنات من خلال الصلاة التي نؤديها. وفي رواية أن سلمان المحمدي رضوان الله عليه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله تحت شجرة، وكان هناك بعض أصحاب النبي، فأخذ النبي غصنا يابسا من تلك الشجرة وهزه حتى تساقطت أوراقه جميعا، ثم التفت إلينا وقال: لما لم تسألوني لماذا فعلت ذلك؟ نحن جالسين تحت الشجرة، وأنا قمت إلى ذلك الغصن وهزيت ذلك الغصن، فلما لم تسألوا عن السبب؟ قالوا: يا رسول الله، ننتظر منك البيان. فقال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. شفت الورق كيف تحات وتساقط؟ الذنوب تتساقط إذا أحسن المسلم وضوءه وأدى فرائضه الخمسة. إذن نحن بالخيار، إذا كنا نحب أن لا يكون هناك شيء من السيئات ولا تبع من التبعات، إذن فعلينا أن نحسن الوضوء ونؤدي الصلاة. ولذا قال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات.
وروي أنه لما سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أو هو سأل عن أرجى آية في القرآن، ولذا أهل القرآن يعرفون، وطرحت مجموعة من الآيات وقال كلها فيها رجاء، ولكن أرجى آية في القرآن هي قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. كلنا يطمح أن تذهب عنه سيئاته وتبعاته، وكل ابن آدم خطاء إلا من عصم الله عز وجل، فكلنا بحاجة إلى حسنات لتذهب السيئات، وهذا طريق الحسنات هي هذه الفرائض التي فرضها الله. وهناك وصية لأمير المؤمنين أوصى بها أصحابه، فإذا كنا نحن من أصحابه، إن شاء الله نكون من أصحابه، إذن علينا أن نأخذ بهذه الوصية. قال: تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها، فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا. ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، وإنها لتحط الذنوب حتى الورق، وتطلقها إطلاق الربق. الربق العقد للحبل، عندما تفك العقد ينطلق الحبل. وشبهها رسول الله صلى الله عليه وآله بالحمة تكون على باب الرجل، فهو يغتسل منها في اليوم والليل 5 مرات، فما عسى أن يبقى عليه من الدرن. وقد عرف حقها رجال من المؤمنين الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع ولا قرة عين من ولد ولا مال، كما قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا كله لبيان الفضل، ولبيان أن الطريق مفتوح، وأنه بإمكاننا أن نعرج من خلال هذه الصلاة. والصلاة التي هي المعراج هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. عجيب، لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. قيل: يا رسول الله، وكيف نطيع الصلاة؟ لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. قال: وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني عندما الصلاة تجعلك من أهل الخير، من الدعاة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الصلاة. وأما إذا لم تفعل بك الصلاة هذا الفعل، أنت تصلي وتفكر كيف تقتل فلان أو تسلب فلان أو تكذب على فلان أو تغش فلان أو إنه تظلم فلان إلى ما هنالك، هذه ليست صلاة. وأن تنتهي من الصلاة ثم تستبيح كل شيء قد حرمه الله سبحانه وتعالى، شو هاي الصلاة؟ وقال صلى الله عليه وآله: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر
لم يزدد من الله إلا بعدا. ما حد ربي حاله جميل يعني، ركع وسجد، يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وقال أمير المؤمنين سلام الله عليه: وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والعناء، حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. يعني المسألة هو الوعي، هو التأمل، هو التدبر. فليس هو المسألة بأن يصوم ويمتنع عن الأكل والشرب لعله يعمل رجيم، يعني هنتني يقول لك يلا ما زال صارت ننويها صوم هن يا حيدي، وهو لم يكن هناك إخلاص ولا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أو أنه يصلي راكعا ساجدا لكن حتى يقال أنه مصلي أو ما شبه ذلك بعيدا عن الإخلاص، فهو لا يحصل إلا على مزيد من الجوع والظمأ وعلى مزيد من السهر والعناء. وقال أمير المؤمنين سلام الله عليه: لما سمع رجل من الحرورية أي الخوارج يتهجد، قراء القرآن يتهجدون بالليل، سمعه يتهجد يبكي وقال: نوم على يقين خير من صلاة في شك. نوم على يقين، يعني هذا مش فقط في الصلاة وليس فقط في التهجد، بل في كل عمل يعمله الإنسان يكون الإنسان على يقين من عمله. ونحن اليوم عندما ننظر إلى ما حولنا من هذا العالم ونرى كيف الدنيا تطبق علينا وعلى الحق، فهل نهتز أم نزداد يقين؟ إذا كان في شك وشكشك من هنا وهناك يعني في خسارة، ولكن عندما يكون الإنسان على يقين فلا تزيده المحن ولا الأيام ولا صعوبة الأيام إلا عزيمة وإرادة وتصميما ويقينا: أولسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. شو بتتغير؟ لم يتغير شيء، المهم أن يكون الإنسان صاحب يقين. ورد في فضل المصلي، إن شاء الله نحن هون الشباب اليوم الصبية والكل، ففي فضل المصلي هناك روايات كثيرة، لذلك أنا عم جيب شذرات من هون ومن هونيك فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما دمت في الصلاة أيها المصلي فإنك تقرع باب الملك الجبار، ومن يكثر قرع الباب ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له الملك الجبار. لا أوباما ولا بوش ولا كل هذه السعاليق في هذه الدنيا، وإنما باب الملك الجبار الواحد الأحد الذي بيده الموت والحياة والرزق والكرامة والعزة والإباء، هو الله سبحانه وتعالى. أيها المصلي، ما دمت في الصلاة فإنك تقرع باب الملك الجبار، ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له. في النهاية يفتح ويدخل على الملك، يدخل على الله في جوار الله سبحانه وتعالى عند مليك مقتدر. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
ما من مؤمن يقوم إلى الصلاة إلا تناثر عليه البر ما بينه وبين العرش. مش أنه حدا يبمن عليك بمني هالناحية دي. يقول ما من مؤمن يقوم إلى الصلاة إلا تناثر عليه البر ما بينه وبين العرش، ووكل به ملك ينادي: يا ابن آدم لو تعلم ما لك في صلاتك، ومن تناجي، ما سئمت وما التفت. وين رايحين يا ابن آدم؟ هذا الملك اللي الله وكله لينادي كل مصلي وهو في صلاته على سجادته: يا ابن آدم لو تعلم ما لك في صلاتك هذه، ومن تناجي، ما سئمت وما التفت، وإنما استمريت في صلاتك لأنك تناجي الله. والباقر عليه السلام يقول: إذا استقبل المصلي القبلة استقبل الرحمن بوجهه لا إله غيره. إذا استقبل المصلي القبلة استقبل الرحمن بوجهه لا إله غيره. وقد ورد في التحذير عن تضييع الصلاة والاستخفاف بها، حيث قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا الحديث، يعني هذه الآية التي تحدث عن أولئك القوم وإن كان قبل الإسلام، ولكن تتحدث الآية عن واقع، بأن هناك دعوة الأنبياء من أهم الدعوة إلى الارتباط بين المخلوق والخالق، بين المخلوقين وبين الله سبحانه وتعالى. لكن هناك القوم أنهم تركوا وأضاعوا تلك الصلاة، وبإضاعتهم اتبعوا الشهوات. لذا في تلازم بين إقامة الصلاة وترك الشهوات، وبين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات. هذا موجود في عالمنا اليوم أيضا. المجتمع الطاهر والنظيف والعفيف هو المجتمع الذي ليس فيه اتباع الشهوات، وبينما هذا المجتمع الطاهر والنظيف والمصلي فإنه بعيد كل البعد عن تلك الشهوات، بينما المجتمع الآخر الذي يغرق في الرذيلة في الكذب والنفاق والدجل والشهوات الأخرى هو المجتمع المتخلي عن الصلاة وعن الارتباط فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين سلام الله عليه يكتب لمحمد بن أبي بكر رحمه الله عندما كان واليا ولاه على مصر، فكتب له: واعلم يا محمد أن كل شيء تبع لصلاتك، واعلم يا محمد أن كل شيء تبع لصلاتك، واعلم أن من ضيع الصلاة فهو لغيرها أضيع. ولذلك الذي لا يشكر الله يشكر المخلوقين، والذي يضيع الارتباط والوصل بينه وبين الله فما يسلم له، إما هو هنا مع الله وإما هناك مع الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزال الشيطان يرعب من ابن آدم ما حافظ ابن آدم على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه وأوقعه في العظائم. وقال الإمام الباقر عليه السلام: لا تتهاون بصلاتك، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول:
قال عند قومه: ليس مني من استخف بصلاته. والمحافظة على أوقات الصلاة، قلت أنا نتف لأن الشيخ علي موجود وعم يقول عم يروح الوقت. قال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. إذا كنا نريد أن نكون الورثة فعلينا أن نحافظ على صلواتنا وأن نداوم على صلواتنا. وقال أمير المؤمنين سلام الله عليه: ليس عمل أحب إلى الله عز وجل من صلاة لا يشغلنكم عن فلا يشغلنكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا. فإن الله عز وجل ذم أقواما فقال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني أنهم غافلون، استهانوا بأوقاتها. وقال عليه السلام: حسب الرجل من دينه كثرة محافظته على إقامة الصلوات. وورد عن صادق أهل البيت: اختبروا شيعتنا عند أوقات الصلاة، هل يتركون كل أعمالهم ويرجعون إلى الصلاة عندما يسمعون المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، يقولون لبيك اللهم لبيك، أم يقول نحن مشغولون بأمر آخر؟ الإمام الحسين عليه السلام والصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كان الإمام الحسين عليه السلام، ونحن إن شاء الله نكون من الحسينيين ونأتي إلى هذه المجالس لنتعلم لنتربى من أجل أن نزكي أنفسنا لنقتدي بالحسين سلام الله عليه. كان الإمام الحسين عليه السلام إذا توضأ تغير لونه وارتعدت مفاصله، فقيل له في ذلك، فقال عليه السلام: حق لمن وقف بين يدي الجبار أن يصفر لونه وترتعد مفاصله. هو أعرف ومن يناجي وبين يدي من. والإمام الحسين عليه السلام كما تعرفون أنه قد طلب من أخيه أبي الفضل العباس في عصر يوم التاسع من محرم أن اذهب إلى هؤلاء القوم إن استطعت أن تؤخرهم إلى الصباح وتدفعهم عنا هذه العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره، فالله تعالى يعلم إني كنت أحب الصلاة له ولأجله، وأحب تلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. في تلك الليلة كانت الصلاة والمناجات وتلاوة القرآن، فأزيلت الحجب وكشف المستور ورأى كل منزلته في ذلك العالم العلوي. هذا كان أيضا من جملة الزاد الذي تزودوا به قبل يوم عاشوراء. وفي صميم المعركة وعند ساعة الزوال يوم العاشر من محرم تذكر أبو ثمال الصائدي وقال: سيدي يا أبا عبد الله، ها هو قد حان وقت الصلاة. فاقتفت إليه الإمام الحسين عليه السلام قائلا: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين. نعم، هذا أول وقتها. ثم قال عليه السلام: سلوهم أن يكفوا عنا حتى نصلي. والإمام الخميني قدس سره يعلق على هذا الحوار الذي جرى بين الإمام الحسين مع ذلك الصحابي الجليل في كما ورد في صحيفة نور، حيث قال: في ظهر نفس يوم عاشوراء حيث كانت الحرب قائمة، وكانت تلك الحرب عظيمة
وكان الجميع معرضين للخطر لما أخبر أحد أصحاب سيد الشهداء عليه السلام أن الظهر قد حان. قال عليه السلام: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. ووقف عليه السلام في نفس ذلك المكان وأدى الصلاة، لم يقل إننا نريد أن نقاتل، كلا إنه قاتل من أجل الصلاة. وفي زيارة الإمام الحسين عليه السلام نقول: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. نعم، إنها الصلاة عمود الدين ووجهه ومعراج المؤمن وقربان كل تقي، هي الصلاة التي رد أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفين على ابن عباس عندما رآه ينظر إلى السماء ليتأكد من الوقت. قال ابن عباس: ليس الوقت وقت صلاة. فالتفت إليه أمير المؤمنين قائلا: ويحك، على ما نقاتل القوم؟ وهل نقاتلهم إلا لأجل إقامة الصلاة؟ إننا سيدي يا أمير المؤمنين ويا سيدي يا أبا عبد الله، إننا على نهجك سيدي يا أبا عبد الله، نهج الإسلام الأصيل، نحيي النفوس بالصلاة والطهارة والعفة، ونسقط إرث الشيطان، محطمين أم الأوثان وثن النفس الأمارة بالسوء، والتي تخشى غير الله لتكون هذه النفس نفساً مطمئنة راضية قد أرضاها بما أفاض من طمأنينة وثقة ويقين، فلن تخشى غير الله سبحانه وتعالى، وتكون مصداقاً لقولك، لقول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فمهما جمعوا ومهما كادوا ومهما ائتلفوا، لا نقول ولا نردد، لا يزيدنا ذلك إلا إرادة وتصميما وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. لن نخشاهم مهما كانوا ومهما ملكوا من إمكانيات وقدرات، لأننا نحن الأقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. فهل لأننا نتوكل على الله ولأننا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ونملك سلاح لا يملكه أحد غيرنا، هو سلاح الصلاة وإقام الصلاة، بهذه الصلاة نقارع كل دنيا الشياطين بإذن الله سبحانه وتعالى.